هي نحن طبعا لو نظرنا نجد انه يعني حقيقه افريقيا هي اقرب موقع للمملكه وقطعا الاوضاع في افريقيا ممكن تاثر بصوره مباشره على الاوضاع في المملكه. ايضا افريقيا الان حقيقه هي المنطقه الوحيده الان فيها موارد ضخمه جدا غير مستغله. ففي مجال كبير جدا بالاضافه العلاقات السياسيه وتستطيع ان المملكه من من خلالها تؤمن ظهرها <applause> وده ظهر بصوره كبير كبيره جدا في التحالف <applause> الاسلامي ضد الارهاب اللي عدد كبير جدا من الدول الافريقيه الان هي جزء من هذا التحالف وتتحالف بتقوده المملكه <applause> ايضا زي ما قلنا فيها مجال واسع للنشاط الاقتصادي والاستثمارات ونشاهد التوجه في المملكه لتنويع مصادر الاقتصاد والنشاطات الاقتصاديه في المملكه فتبقى افريقيا حقيقه مجال كبير جدا وارض خصبه جدا لاستقبال استثمارات سعوديه بالاضافه للامن الممكن يكون جزء هام جدا الان